يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا الأثر صحيح أن لله إن لله ملائكة خلقوا من نور لا يهبطون إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ كل الملائكة، كل الملائكة مخلوقون من النور، لاحظوا بنو آدم مخلوقون من إيش؟ من الطين، من أصلهم من الطين، والملائكة خلقوا من النور، والشياطين خلقوا من النار، خلقتني من نار، يقول شيطان إبليس يقول خلقتني من نار، الشياطين مخلوقون من النار، والملائكة مخلوقون من النور، والآدميون مخلوقون من تراب. نعم.